الله، شايفين الريحة؟ شايفين الجمال؟ شايفين ده سجق جملي؟ سجق ايه جملي، طعمه وريحته جاي جميلة، وريحته جاي بآخر الدنيا. انا خايفة الناس بقى تخبط عليا وتقولي لا حطينا بقى، مش نعمل ايه بقى، نجيب بزيادة بعد كده. بقول لكم ايه، تيجوا نعمله سوا؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي في مطبخ جيجي. لو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت ما تنسيش تشتركي في القناة عشان يجيلك كل جديد، وتدوسي لايك. حلقتنا النهاردة هعمل السجق. ده سجق جملي وبصل وثوم معروز وصلصة طماطم. سجق جملي، عايزة تجيبي سجق عادي برضو يكون خفيف الدسم هاتي، او تجيب اللي هو السجق اللي انا جبته قبل كده وتعمليه بنفس الاسلوب الفيديو اللي فات لما عملتولك وغليته وحطيت عليه خل وليمون عشان ينزل الدهن بتاعه، اللي هو سم الدهن بتاعه. ده سجق جملي. دي بصلة كبيرة وثوم مفروم وصلصة طماطم. يلا بينا كده نبتدي سوا نعمله سوا. يلا بينا. حطيت الطاسة على النار، حط فيها شوية زيت صغيرين خالص، حط السمنة، احط السجق عشان يتسوى. ريحته بجد روعة، لله ما شاء الله على جماله وعلى ريحته. هكمل تشويحه وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. بنزل السمن بتاعه بس مش سمن، مفهوش سمن قوي يعني، هو بسيط لان الجمل دايما بيبدل بتاعه قليل يعني. شايفه بس عامل ازاي؟ Thank you.
اهم حاجه انت عايزه تقطع، انا هقطعه، بس لو انت عايزه تقطعيه ما تقطعهوش الا بعد ما تشوح، علشان لو انت قطعتيه قبل ما يتشوح هيفرق. البوتاجاز انا لسه غسلاه ونضيف على فكره، بس انا بقرف برضو. تمام كده هحط هنا بقى مكان البصل. لو حابه تحطي فلفل برضو تقطعيه وتحطيه برضو هيبقى لذيذ، نقلب كده. اوكي ده طبعا همسك واحده واحده كده هقطعه، بس هيبقى ماسك نفسه. مغطيه على البصله وبس، بس ما ايه مقطع السجق. وزي ما قلت لك ما تقطعهوش قبل ما تشوحيه، هتلاقي اللحمه اللي في قلب السجق كله فرويت. تمام تعملي بقى جنبي رز ابيض وتحطي على الرز بقى وايه بتاكل، الله بيبقى جميل. تمام اهو قطعت اهو، هاني بقى العين دي كده وقلب البصلة. هي دبلت شوية هنزل بالتومة، ولو حابة تحطي فلفل زي ما بقولك كده حطي فلفل متقطع، فلفل رومي متقطع. نقعد نقلب كده مع بعض. الريحة بسم الله ما شاء الله سايحة قوي، سايحة مش بيتكل.
تسخين كده اهي، فرن تاني شويه. هنزل عليها بعصير الطماطم، نحط شوية فلفل اسود، ومعلقة صلصة واحدة. بقلبها كده اهو، اول ما هتغلي تغلي هنحط بقى الايه السجق معاه. شايفه كده اهي غليت اهي بالشكل ده، هنزل بالسجق على العين العالية كده لحد ما يشرب من الصلصة بتاعة الطماطم. تمام، نرجع لكم تاني اهو كده استوى اهو. بس سبكت كلها الصلصة وشربت المية بتاعتها كلها كده ايه بالشكل الجميل ده كده اهو.